شائعات وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة. الحقيقة: هيئة قناة السويس تؤكد ارتفاع إيرادات القناة لتصل إلى 467 مليون و800 ألف دولار خلال أغسطس 2020 مقارنة ب 440 مليون و100 ألف دولار خلال شهر يوليو 2020 بزيادة بلغت 27 مليون و700 ألف دولار، وتشدد على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب. الشائعة: امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح. الحقيقة: وزارة التنمية المحلية تؤكد أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة نموذج 3 تفيد تقدمه بالطلب وسداده رسم الفحص مثبتا فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وعليه يتم وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب مع تعليق صورة النموذج على المبنى المخالف لوقف أي إجراءات ضده. الشائعة: رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة. الحقيقة: هيئة النقل العام توضح أن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون إقرار أي زيادات عليها مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. الشائعة: انتهاء مبادرة ما يغلاش عليك بمختلف محافظات الجمهورية. الحقيقة: وزارة المالية توضح أن المبادرة سارية بجميع محافظات الجمهورية دون توقف، وذلك منذ انطلاقها في 26 يوليو وتستمر حتى موعد انتهائها في 26 أكتوبر القادم، وتشير إلى إتاحة شراء السلع والمنتجات إلكترونيا من خلال موقع المبادرة والتعرف على أسماء وعناوين التجار والبلغ عددهم نحو 1631 محلا وتاجرا موزعين على مختلف المحافظات. الشائعة: إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة. الحقيقة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيا ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر. الشائعة: تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالمنافذ التموينية. الحقيقة: وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بما فيها الزيت سليمة وآمنة تماما، وتشدد على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات. الشائعة: إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد. الحقيقة: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضح أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. الشائعة: إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد. الحقيقة: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤكد أنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الجديد باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين، وتوضح أنه تم توفير بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصوصية من خلال مجموعات التقوية داخل المدارس. الشائعة: ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر. الحقيقة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توضح أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، وتشير إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بإدراج مصر رسميا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور. الشائعة: ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض أهل المدارس بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق. الحقيقة: وزارة التموين والتجارة الداخلية توضح أن كافة الأدوات والمنتجات المطروحة بمعارض أهل المدارس تتميز بأسعارها المخفضة بنسب تتراوح بين 20 و30% مقارنة بنظيرتها المتداولة في الأسواق وبجودة أعلى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين. الشائعة: إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيها على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية.
الحقيقة. وزارة الداخلية تشدد على أنه لا توجد أي رسوم على دخول وحدات المرور بمحافظة الإسماعيلية، وتحذر المواطن من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة والمغرضة التي تستهدف بث البلبلة بين المواطنين. الشائعة: تداول صور عن تشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. الحقيقة: وزارة السياحة والآثار توضح أن هذه الصور لا تمت بصلة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أو أي متحف أو أثر مسجل بمصر، وتشدد على أن كافة حوائط المتحف وزخارفها وكذلك القطع الأثرية به سليمة تماما، مع استمرار مشروع ترميم وتطوير المتحف تمهيدا لافتتاحه خلال العام المقبل 2021.